بسم الله، تمارين حول درس المعادلات للسنة الثانية إعدادي. نمر الآن إلى المجموعة الثامنة من التمارين أو من المعادلات. يلا انقل هذه المعادلات في دفترك ثم أنجزها، سنلتقي بعد لحظات. يلا أوقف تشغيل الفيديو. صافي، انتهيت من إنجازها. يلا نشوف الآن الجواب. يلا عندنا 4x ناقص 1 ناقص 2x تساوي ناقص 3، يعني ماذا؟ يلا غادي نقوم بجمع العناصر التي تحتوي على المجهول x، هي الأولى. عندنا 4x ناقص 2x تساوي ماذا؟ صحيح تساوي 2x، ها هي، ناقص 1 يساوي دائما ناقص 3. يلا الآن ما هي المرحلة الموالية؟ فعلا سننقل ناقص 1 من الطرف الأيسر من هذه المعادلة إلى الطرف الأيمن، وعند انتقال حد من طرف لآخر ماذا يحصل له؟ صحيح تتغير الإشارة التي تسبقه، سنكتب زائد 1 هكذا، 2x يساوي ناقص 3 زائد 1، أي 2x تساوي ماذا؟ فعلا تساوي ناقص 2، أي x تساوي ماذا؟ صحيح x تساوي ناقص 2 على 2. نعم، ولا اختزلناها كم ستعطينا؟ نعم ستعطينا ناقص 1، العدد الجذري ناقص 1 هو حل هذه المعادلة. نمر، لدينا المعادلة ناقص 6x ناقص 11 تساوي ناقص 4x ناقص 5. يلا اش غادي نعملو هنا؟ فعلا سنعزل العناصر التي تحتوي على مجهول x في طرف والعناصر المعلومة في طرف آخر. يلا ماذا سنكتب؟ يلا ملي عليا ما سأكتب. بالفعل غادي نكتبو ناقص 6x سير تابع، بالفعل زائد 4x تساوي، نعم، ناقص 5 زائد 11 هكذا. ناقص 6x زائد 4x تساوي كم؟ صحيح تساوي ناقص 2x، وناقص 5 زائد 6 أو ناقص 5 زائد 11 تساوي كم؟ صحيح تساوي العدد 6. يلا x تساوي ماذا؟ فعلا x تساوي 6 على ناقص 2 أو ناقص 6 على 2 هكذا. يلا إذا اختزلناها كم ستعطينا؟ صحيح ستعطينا العدد ناقص 3. إذا العدد الجذري ناقص 3 هو حل لهذه المعادلة. نمر، يلا نعتبر الآن هذه المعادلة. يلا ما هو السطر الموالي؟ نعم سنكتب 16x هكذا سير تابع، نعم، ناقص 24x، يلا أتميم، يساوي ناقص 39 زائد 19 هكذا. يلا 16x ناقص 24x تساوي كم؟ فعلا تساوي ناقص 8x، وناقص 39 زائد 19 يساوي كم؟ صحيح يساوي ناقص 20. يلا x تساوي ماذا؟ فعلا تساوي ناقص 20 على ناقص 8. يلا كم تساوي بعد عملية اختزال؟ بالفعل x تساوي، ها، يلا 5 على 2، العدد الجذري 5 على 2 هو حل لهذه المعادلة. يلا نمر الآن إلى هذه المعادلة. يلا ماذا سنكتب في السطر الموالي؟ صحيح سنكتب ناقص 20x، يلا أتمم معي، زائد 4x تساوي ناقص 17 فعلا زائد 13 هكذا. يلا ناقص 20x زائد 4x تساوي كم؟ صحيح تساوي ناقص 16x، وناقص 17 زائد 4 يساوي كم؟ أو ناقص 17 زائد 13 تساوي كم؟ فعلا تساوي ناقص 4. يلا x تساوي ماذا؟ صحيح x تساوي ناقص 4 على ناقص 16. يلا إذا اختزلناها كم ستعطينا؟ فعلا ستعطينا x تساوي 1 على 4 هكذا. إذا العدد الجذري 1 على 4 هو حل لهذه المعادلة. يلا انتهينا الآن من هذه المجموعة من المعادلات، نلتقي إن شاء الله في مجموعة أخرى من المعادلات دائما. هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش، إلى اللقاء.